أفضل ممثلة مساعدة لعام 2018. هو في إيه يا سيف؟ إحنا تقريباً اتفقنا على الجواز وعلى كل حاجة، كل شوية بتلف وتدور في الكلام ليه؟ أنا مش بلف ولا دور يا ليلى، أنا عايز أشوفك مرتاحة. هتشوفي بنفسك لما تدخلي في الشغل ومشاكله. النهاردة هنقعد ندردش شوية عن تفاصيل الشغل وإزاي. بقولك إيه يا ليلى، أنا عارفة إن بابا مش عاملين المقابلة دي عشان نتكلم في الشغل. وفيها إيه لو بقينا أصحاب؟ إحنا مش شبه بعض، أنتي طماعة وأنا ما بحبش الطماعية. أنت عارفة باباكي قاعد يحاول قد إيه عشان بس يقابلني؟ جائزة أفضل ممثلة مساعدة العام 2018 إيمان سلامة. مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. أولاً بشكر مجموعة وشوشة الإعلامية، شكراً على التكريم وأنهم سمحوا لي النهاردة أن أكون موجودة وسط أسماء نجوم كبيرة في الفن والرياضة والإعلام. حابة أشكر كل حد صوت لي، وأحلى حاجة في التكريم أنه باستفتاء الجمهور، يا رب أكون قد الثقة دي. وحب أشكر كمان الناس اللي كان ليها فضل بعد ربنا ودعوات أمي، وهما شركة فنون مصر، مستر ريمون مقار المنتج والداعم دايماً لشباب الأب الروحي، الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، وأستاذ تامر حمزة المخرج تعب معنا جداً، بشكر حضرتك، والمؤلف أستاذ هاني سرحاني. واسمحوا لي أن أهدي تكريم النهاردة وجائزة النهاردة أولاً لشركة فنون مصر، الشركة المنتجة للمسلسل. ثانياً لشخصية غالية علينا، هي رحلت عننا وسابتنا، وأكيد هي دلوقتي في مكان أحسن، زميلتنا المرحومة غنوة محمد علي سليمان. وشكراً لحضرتك، كل سنة وانتم طيبين.